دعاؤه عليه السلام إذا أصبح. قال أبو عبد الله عليه السلام: إن علي بن الحسين صلوات الله عليهما كان إذا أصبح قال: أبتدئ يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي، بسم الله وما شاء الله. فإذا فعل ذلك العبد أجزأه مما نسي في يومه. وعن محمد بن مسلم قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: من قال في كل صباح: أقدم في يومي هذا بين يدي نسياني وعجلتي، بسم الله وما شاء الله، 10 مرات، وفي الليلة إذا استقبلها مثل ذلك يجزيه فيما صنع في يومه وليلته ذلك.